السلام عليكم. الاسم هشام جنيدة من مدينة هوارة، من مواليد 1991. الموهبة شي كيما تشوفوها شي عطاني ربي، وهذا الشيء بعض الناس كيشوفوا الناس بعض هاد العروض ديالي، بعض المناسبات وبعض الحفلات، كما شي يقولوا قلت يقول لك هاد الموهبة عطالي، تيقول السحر، قلت يقول الشعوذة، كما شي يقول. ولكن الانسان تنسى بان ربي هو اللي خلق، هو اللي خلقنا وخلق الجن وخلق الانس. والمهم كما تلاحظوا معايا الشيء اللي درت شي حاجه بسيطه، شي حاجه بزاف. والمهم عندي عروض اخرين وعندي حوايج اخرى، نقدر نقز من 15 جوز عليا كاميو، ضربني عقرب تموت، ندفل عليها تموت. المهم هذا الشيء اللي عطى ربي هاد الموهبه، هاد الموهبه جات عبر الصدفه. المهم هذا الشيء كان فيا من الصغر، مني كانت الوالدة الله يرحمها في الحياه ما باتش تخلي هذا الشيء، باش كانت المهم بعض المرات تقول لي لا هذا الشيء ما خدامش ليك، هذا الشيء ما ديروش قدام الناس، تندير بعض الحركات مع الدراري هذه، تقول لي لا. كم بعد ما توفات الوالده والدم ولا ما لمنت صافي هادشي خرجت لي. المهم تنمشي للعروض، تنمشي للمهرجانات، تنمشي هنا تنخدم به يا سوجا، تنحس بالحقره اخويا والله العظيم. فعلا الشعب ما خليت فين خدمت، ما خليت فين درت هادشي، وتنبع مره تلقى راسي واكل سبعه ديال الزوارات، ثمانيه، والبينيس والحجر والمسمار وجميع ما شي حاجه ديال المستحيل. وعمر ما كاين لا التفاته، لا شي واحد يسول فيك، لا شي واحد يقول لك دير شي في اي جا لي صور بيت علي صور معايا انا. عندي قناه فيها هشام جنيده، الله درتها وما زعمت باش رمي فيها، ما فيهاش ابوني بزاف، ما فيهاش هادي، ما زعمتش. المهم انا ديك القناه عندي ولا شي كامل تنقول قال كما تيقولوا الراجل هو الكلمه. انا شي قلته بلساني، قلت لهم تنقص من 15 يدوز عليا كاميو، تعضني عقرب تموت، نتفلا تموت. المهم انا عندي واحد القناه فيها هشام جنيده بالعربيه ولا المهم لا وصل فيها واحد تابونا معايا الناس ودخلوا الناس تفرجوا فيها، هادي اي تحدي درتو ليا نقدر نديرو. ولكن ما هذا الشيء تيبان لي ما فيه لا التفات، انا مبسع منه واحد شويه. يعني فاش كتاكل الدجاج وكذا ما عمرك حسيتي بشي حاجه، شي اعراض ولا شي حاجه ولا؟ الا ما تنحس لا باعراض لا والو، هادشي تنقدر انا نتغدى به كاع. ما مره تندخل للدار نلقى الماك نلقاهم، حيت انا الوالده البطيقه بالك الله يرحمها تيكونوا الخوت تيتعشاو ولا هادي، نمشي تندخل قال شي حاجه ما عجبتنيش ولا هادي، نقدر ندير البديل ديال الحجر ولا مسمار ولا بينيس، نمشي نتعشى والحمد لله. هادشي تنتعشى به وتناكلو. وبعض الناس اللي تتشكوا عند المشككين راه قال لك راه الشك والشك حرام، اللي شك ولا شي حاجه يمشي معايا عند الدكتور ندوزو بلاكا. واش اللي درناه هادشي اللي فهمتي، هادشي اللي كليت يقدر يلقاه في الكرش ديالي. ماشي شنو نقول مسؤول كيما نقول لك، ما انا ماشي شيخه باش يدعموني ولا مطربه ولا هادي. المهم انا عندي طاقه وعندي شي حاجه ديال الله عز وجل وهادي، وكنت في دوله اوروبيه كون دعموني شدوا بيا الناس وهادي. كيما هذا جيت في دوله الحق ولكن لا قانون كما تنقولوا الله اعلم، هاني عايش الحمد لله على كل حال. المهم انا راه عندي البديل، ولا كاع ما كاينش الماكله نقدر ناكل الحجر، كيتم هما اللي عايشين في هذا فهاد الاشياء هادي وصابرين وهادي والحمد لله على كل حال. المهم انا عندي موهبه بغيت نوصلها للمسؤولين، نوصلها اللي بي. المهم اللي عنده علاقه بهاد الموهبه هادي انا ما عرفتهاش واش رياضه. انا المهم هادشي ما تنترينيش وقادر عندي شي حاجه، حيت لبيت نهضر قال لي خير الكلام ما قل ود، غادي الفيديو على الابره والخيط هذاك راه بغيت نوريكم بانني تندير صنارات في اللحم ديالي، تنقدر نجر قاطيره فهمتي، قادر. هذيك الابره قطع ريف باش نعرفك على راسي. المهم هذا الفيديو اللي درنا دابا راه شي حاجه بسيطه من بزاف ديالي، كاش الشخصي الهدف ديالي الشخصي ونحط ارقام قياسيه، عندي ارقام قياسيه تنتفرج فيهم، كنشوفهم في التلفاز، كنشوفهم في المواصل الاجتماعيه، وقادر نحققهم فهمتي وندير ما احسن منهم. هادشي اللي بغيت المسؤولين تعاونوا معايا وروني، حيت انا ما قال لك ما فهمتي ما عارف شو هادي. المهم جيك من الاخر ما عارف تعاون معايا كيفاش هادي، نوريه المشروع غنديروها غنديروها ندير، وصور معايا وجد معايا والله يدير اللي فيها الخير.